في اليوم الثاني لزيارته للعاصمة باكو بالدولة أذربيجان، استقبل السيد إلهام علييف رئيس دولة أذربيجان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي زوغلوبا، حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمية وتفقد حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الآذري إلهام علييف، تناولت تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. أعقبها جلسة موسعة للوفدين بحثت آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي. كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وعقد مؤتمر صحفي للرئيسين. وعقب انتهاء الزيارة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث كان في وداع سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في دولة أذربيجان. متوجها إلى دولة أرمينيا، حيث كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في دولة أرمينيا.